هاي، ازيك شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى لعبه فيديو ماستر دول. حلقه النهارده شباب هنجرب مع بعض مجموعه تراي بريجيد، نلعب كام جيم اونلاين، نختبرها نشوف قوتها نشوف قوتها ونشوف فعاليتها ونختبرها مع بعض. بس قبل ما نبدا نروح نحط لايك عنيف وانا اشترك على القناه. طيب شباب، زي ما انتم عارفين الحلقات اللي فاتت اتكلمت عن المجموعة تراي بريجيد وجمعناها مع بعض وشرحنا المجموعة بالتفصيل مع بعض. فاضل بس ان احنا نختبر المجموعة دلوقتي، نشوف فعاليتها، نختبر قوتها، ندخل نلعب كام جيم كده رانكد، نشوف المجموعة تأثيرها حلو، مجموعة يعني فيها نقاط ضعف، ايه ظروفها، نختبرها مع بعض دلوقتي. طبعا الناس بعتت بتقول لي يا باشا او بقرا في الكومنتات المجموعه ضعيفه، مجموعه مش قويه. كل المجاميع ليها نقاط ضعف، يعني كل المجاميع لها نقاط ضعف. في مجاميع قويه جدا لعبت قصادها وكسبت، وفي مجاميع ضعيفه لعبت قصادها خسرت. انا معاك كل مجموعه ممكن تكون قويه او ممكن تكون ضعيفه، بس احنا اتكلمنا عن المجموعه دي تحديدا لان هي كانت اخدها تصنيف عالي، فعشان كده اتكلمنا عنها يعني. لكن احنا خلاص في الوقت الحالي مش فاضل غير ان احنا نجربها، نلعب بيها ونجربها وبرده نتدرب عليها اكتر ونلعب بيها اكتر ونشوف الدنيا فيها ايه. هندخل جيم نعمل كومبات حلوة وإن شاء الله المجموعة تبقى مؤثرة. هلعب مع جويل 37. نلعب احنا الأول، نلعب احنا الأول. تمام تمام حلوة قوي، بداية مبشرة. ناس كتير بتقعد تقول المجموعة ضعيفة، المجموعة ضعيفة، المجموعة مش حلوة. ادينا هنجرب يا سيدي، هنشوف فعالية المجموعة. معانا هنا ليري لاسكا شباب، التركواز دي ممتازة، دي لو مفيش وحوش في الملعب تقدر تنزلها على طول سبيشال سمن، دي ننزلها على طول. يعني المجموعة ممتازة وتقدر ان انت تولي فيها كومبات بأكتر من طريقة يعني. طبعا الليري لاسك نزلت دلوقتي يا شباب، في معايا بقى ايه ورق اللي هو التراي بريجيد جاهز اهوت للتأثير. احنا ماشي التراي بريجيد فريكتول ولا فريكتال ما علينا، هنعمله يعني نعمل نفعل الافكت بتاعه. بنرمي ورقه للمقبره، تمام، وهو كمان بيروح المقبره. انا معايا واحد تاني فهنزله. حلو قوي كده، احنا ليه افكت نقدر نشغله، وكمان نقدر نبص بصه كده. نقدر ننزل وحش لينك، وحش اللينك ده ماشي. تمام. ماشي ماتيريال، هنعمل الايفكت اكتيفيت للتراي بريجيت اهوت. الايفكت اكتيفيت ده ايه؟ بيقول لك يا باشا، بيقول لك تقدر تعمل ايه بانش. هنقدر نعمل بانش للوحشين اللي في المقبره، معانا وحشين في المقبره نعمل لهم بانش، وهنقدر ان احنا بقى نستدعي حته ليفل 2 يا شباب لينك. عظيم، نقدر نبص معانا بقى على المجموعه في حته لينك برضه هي اشتغلت. هايل جدا، نقدر ان احنا ننزل التراي بريجيت المعتق والهوت تراي بريجيت التقيل، الحته التقيله اللي هو الأومينيوس أومين، ونقدر كمان ننزل الايه السايمورف او سايمورج ما علينا. احنا ممكن طبعا احنا من رأيي ننزل الايه ننزل السايمورف احسن، السايمورف احسن لان هو بيحمي الوحوش اللي تحت منه اللي هو بيشاور عليها. هنا كمان في افكت اكتيفيت اهو يا جماعه للتراي بريجيد ده برضو احنا لعبناه، بيجيب ورقه من المجموعه لايديك. ماشي، لازم نرجع ورقه لايدينا، هنرجع ده لايدينا لان احنا نقدر ان احنا نجيبه اخر الدور، نقدر ان احنا نجيبه اخر الدور. ماشي اهو افكت اكتيفيت، هنقدر نجيب الوحش ده تاني اخر الدور. احنا ممكن برضو ممكن نجيب ده احسن، البارير ستيت. بير ستيت ده هنسحب من اولها كده. ماشي، معلش بقى يا شباب، بقى ملحقناش نتكلم ونحكي، بس هو انسحب على طول يعني. معلش بقى نلعب جيم كمان بقى، معلش نلعب جيم كمان. حلو قوي، ندخل الاول. انا بقيت بحب العب الاول بقى، خلاص كنت الاول ما بحبش العب الاول، بحب العب التاني دايما، دلوقتي احب العب الاول بقى خلاص. ليه بقى؟ الصياعه بقى والشطاره انك تفرش الفرشه بتاعتك الاول، تفرش الفرشه بتاعتك الاول وتفرش الكومبوهات بتاعتك الاول، تبقى انت كده متقدم. ليه؟ لان هو لو فرش الفرشه بتاعته
ممكن بقى انت ما تعرفش تعمل سبيشال سمن والدنيا تبوظ منك بقى، كل يعطلك كل حاجه. انا دلوقتي معايا لير لاسك، ثلاث انواع من اللير لاسك، ولا واحده فيهم شغاله سبيشال سمن، لكن معايا اللير لاسك بيرد كول. هلعب اللير لاسك بيرد كول، هقدر ان انا الورق معايا كويسه على فكره شباب، ورق كويس جدا، هقدر ان انا اجيب واحده ليري لاسك. فانا هحاول اختار اللي هي ايه تساعدني ان انا انزلها، هي دي اللي هتساعدني، اللي هي التركواز، اللي هو لو معاكش وحوش في الله فيها لمبي مالك برضو انسحب برضو، ما الحكايه مش كده يعني، مش كده مش عارف يا شباب اعمل ايه، انا نعمل ايه، طيب اعمل ايه، عامل ايه يا شباب؟ ماشي شباب هنجرب جيم تاني، تمام نجرب جيم تاني، مع اني يعني بنلعب مع ناس محترمة يعني، وناس يابانيين اهو، لغة ياباني، وناس واحد اسمه بالياباني اهو، اسمه يونج يونج مين يونج هونج كونج سونج، اسمه كده. هنلعب يا رب بس السحب يبقى كويس كده، تمام حلو جميل شغال. هنلعب نعمل بانش لثلاث اوراق من الاكسترا ديك، يعني نحاول انقي اختار ثلاث اوراق كده مش مهمين قوي بالنسبه لي، بحس ان احنا ايه، وانتي وانتي ماشي. الورقه دي بتعمل ايه، بتبين لك ثلاث اوراق من المجموعه، بتختار منهم واحده تمام، والباقي بيرجع المجموعه تاني. فاحنا هنختار طبعا ايه، معروفه اللي لاسك تركواز، يعني اللي لاسك تركواز دي مهمه جدا بالنسبه لي، ودول بيرجعوا المجموعه. طبعا عايزك تحرص وانت بتستخدم الليري لاسك، لان دي مشكله كبيره قوي، لانك في ليري لاسك معينه كده لو استخدمتها هتاخد خابور جامد، اللي هي الكناري، لو استخدمت الليري لاسك الكناري مش هتقدر تستدعي الوحوش ليه، مش هتقدر تستدعي الوحوش ليه. طبعا احنا مفيش حاجه في المقبره، مفيش بقى معانا غير التراي بريجيت ومع والنيرفل، تراي بريجيت وحوش التراي بريجيت والنيرفل. فاحنا دلوقتي على حسب، انت لازم تقرا الورق كويس وتفهم، تمام ماشي. هنودي المقبرة ونجيب ورقة كمان برضو من مجموعتنا نوديها المقبرة، علشان احنا عايزين اكبر قدر من الوحوش في المقبرة، حلو الكلام، علشان نقدر ان احنا نعمل، احنا كده معانا وحشين بس في المقبرة، نقدر ان احنا نعمل افكت اكتيفيت و ماشي. هنعمل ديسكارد ماشي، تعال انت شبه الميستي فالي، يروح المقبرة وهنعمل سبيشال سام كده. بقى في ثلاث وحوش في المقبره، حلو الكلام، ثلاث وحوش في المقبره، نقدر ان احنا بقى نعمل ايه، نعمل حته طبعا كمان هنا الاكسترا ديك شغاله على لينك ليفل 2، خليها دلوقتي، خليها دلوقتي. نعمل افكت اكتيفيت، هنعمل بانش لثلاث وحوش اللي موجودين في المقبره، وهنجيب مين، هنجيب عمك اللي هو الايه، اللي شبه النسر ده، اسمه ايه، اسمه غريب. نعمل افكت اكتيفيت ده، حته لينك بقى، ننزل الحته اللينك ده يا شباب، ماشي. دايما حط الوحش اللينك ده ايه، فوق في المكان ده، وده تحت منه طبعا. ليه افكت اكتيفيت معايا وحشين في المقبره، نلعب النيرفل، نلعب النيرفل ماشي، حلوة قوي. احنا كده ايه بقى، بقت مهلبية. تعال النيرفل ده انا هضحي بيه وانزل وحش لينك ليفل 1. النيرفل ده لما بيروح المقبرة ايه اللي بيحصل، برضه بيخليك تسحب، ماشي. عشان تلعب اوراق تراي بريجيت كويسه لازم يبقى في اكبر قدر من الوحوش في المقبره. ده برضو ودي المقبرة، حلو قوي كده، برضو بقى في حصيلة كويسة برضو في المقبرة اهي. احنا ممكن نعمل بانش برضو لثلاث اوراق، حلو قوي، حلو قوي. وانا في وحش برضو لينك ليفل 3 ممتاز قوي، ايوه تعالالي تعالالي كده. دلوقتي معايا وفي في معانا ايه كمان، سبيشال سامون كمان، يا جماله يا جماله يا جمال، ده الاربعه. فهنضطر بقى نضحي بمين، باللينك ليفل 3 والتراي بريجيت، يبقى كده 4. 3 والتراي بريجيت ده 4، كده احنا نزلنا مين، التراي بريجيت الايه، العتولي.
اهو الاومن، التراي بريجيت اومن وليه. اه تمام كده، تمام. بس كده احنا عملنا كومبوهية جميلة، كمان احنا نقدر نعمل افكت اكتيفيت للوحش بتاعنا ونجيب وحش ننزله الملعب. تمام، انا هنزل مين؟ هنزل البارير ده يا شباب، لان هو بيخليه ما يقدرش ان هو يستدعي وحوش سبيشال غير من نوع الايه الواين. تمام كده، وفي نفس الوقت الوحش بتاعي بيحمي الوحوش بتاعتي من الاستهداف. البيرد ده يا جماعه اللي انا منزله ده، هو طبعا هيلعب ايه اصلا؟ هيلعب ببلو ايز ولا ايه؟ ده لعب الميلودي يا شباب. وبعدين هو يعمل ايه؟ هو في ايه؟ وانا كل ما العب مع حد ينسحب؟ هو في ايه يا جدعان؟ لا بجد، ايه ظاهرة غريبة اوي، ايه الحكاية؟ مش ممكن. انا كنت عامل كومبوي حلوة اوي، كنت منزل الطائر البيرد السميرف ده، وكنت منزل تراي بريجيت، وكنت عامل كومبو حلو بقى، وكنا عايزين نشوف فعاليته. انا مش عارف بصراحة، حاجة غريبة يعني. يا شباب جيم تاني برضو، هنلعب مع او اي او، انا التاني للاسف. انا مش عارف هيلعب بايه لسه. السحب معايا كويس، مش وحش. عايزين نختبر المجموعه شباب كويس، نختبر فعاليتها كويس. ايه الورقه دي؟ فيوتشر فيجن. اتش تايم ا مونسترز از نورمال سامن تارجت ذات مونسترز بلش ات. لو هو نزل وحش، او انا نزلت وحش نورمال سمن بيعمله بنش، بس بيرجع لك تاني في نهاية الدور الجاي على حسب ما فهمت يعني. تمام. في حد بيلعب بالليدي؟ في حد بيلعب بالورق ده؟ تمام، مفيش منها قلق دي اعتقد يعني. سبيشال سمن، لو هيعمل سبيشال سمن نشغل الماكس سي، ولا مش هيعمل؟ شكله مش هيعمل. لا هيعمل تصدق هيعمل. لا لا، شغل ماكسي. حلو قوي، هنسحب ورقه يا رب يعمل. لو عمل سبيشال سمن كتير نسحب ورق اكتر، كل ما يعمل سبيشال سمن كل ما نسحب ورق اكتر. ماشي، حلو قوي، سحبنا البيرد كول. حلو، حته اش بلوس وما ماشي. نلعب ايه؟ ماشي، نلعب البيرد كول. ماشي، نلعب بيرد كول. النت عندي ضعيف، عنده عندنا احنا الاثنين. لا ما هو مش هيبقى انسحاب وكونكشن، ما مش ناقصه هي بقى بجد يعني. ماشي، هنختار ورقة، هنختار دايما بختار التركواز مش عارف ليه، بتساعدني قوي في اول الجيم لان ما بيكونش معايا اوراق في الملعب وبتنزل سبيشال، فده كويس طبعا. نزلها لي. ماشي، هننزل واحدة الليل لاسك، ولما بتنزل دي الليل لاسك دي لما بتنزل بيبقى فيه يعني افكت اكتيفيت سبيشال سامن، تقدر تجيب واحده ليرل لاسك تانية تنزل الملعب. طبعا الورق اللي معايا دي مش هتشتغل لان انا ما نزلتش نورمال سامن، منزل سبيشال. فلو انا نزلت اي حاجه سبيشال نورمال هيتعمل لها بانش على طول، بس هترجع تاني بعد اخر الدور الجاي. ما تنجز يا عم، هات النيرفل ده. حلوة قوي، هنلعب الليرل لاسك الزرقاء. الزرقاء دي في الامان، لو انت معاك متحكم في وحش وينجد بيست تقدر تنزلها سبيشال سامون. تقدر تنزلها سبيشال سامون مع وحش كمان برضو من ايديك كده. احنا بقى معانا 3 وحوش اهو. ماشي،
هننزل حته اكسيز وهنستخدم نيرفل. هنستخدم نيرفل يا شباب. ليه بقى؟ هنستخدم النيرفل ده علشان النيرفل ده لما انا هفعل قدره الاكسيز بتاعي هبعته المقبره، فلما هو بيتبعت المقبره بيخليك تسحب. فحاجه كويسه قوي ان انت تحاول في المجهود تلعب المجموعه دي ان انت تسحب ورق على قد ما تقدر وترمي في المقبره ورق على قد ما تقدر، لان ده هيساعدك انك تستدعي وحوش اللينك عن طريق الايه؟ المقبره. تعمل بانش للورق بتاعك من المقبره تسحب وهكذا. هات الكناريه دي. ماشي. الكناريه دي اوعى تفعل القدره بتاعتها. اهو اشتغل اهو النيرفل اهو. اشتغل ليه؟ عشان بعته المقبره. كده احنا الورق في ايدينا بقى مهلبيه، مهلبيه بجد والله، يعني في اسوأ الحالات يظبط معاك. دلوقتي احنا بقى ايه؟ هنحاول ان احنا نستدعي ايه الوحش تاني برضو اكسيز. نلعب دي سمن، ده نورمال سمن. النورمال سمن اللي انا هعمله ده ايه بقى اللي هيحصل؟ الورقه بتاعته هتشتغل. باي باي. نعمل لها بنش. هنشغل الترايب بريجيت فريك تول، بيروح المقبرة وبيجيب ورقة من المجموعة للمقبرة، يعني كده ورقتين راحوا المقبرة كمان. ماشي. نعمل بقى افكت اكتيفيت. الافكت اكتيفيت ده يا شباب هنجيب طبعا برضه هنبعت وحش للمقبرة، كده بقى معانا عدد وحوش كويس جدا في المقبرة، نقدر ان احنا نعمل افكت ونستدعي وحش لينك على حسب عدد الوحوش اللي احنا هنحذفها ومن المقبرة نعمل لها بانش. فنشغل كده يا باشا. ثلاثة كفاية، ثلاثة علشان نجيب مين؟ نجيب البيرد بتاعنا. تعالى حلو. حكاية بقى نقدر نعمل حاجة برضو بقى جميلة جدا، نقدر نلعب وحوش لينك. نقدر نلعب وحوش لينك. ماشي. لا لا لا، احنا دلوقتي ايه فاضل لنا؟ ايه احنا بنقول نهجم، احنا نهجم. لو هجمنا هيعمل ايه؟ لو هجمت هيعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ خايف؟ ها؟ you can target one من اللي دي monsters you control increase the target. يا ابن اللذينة اف شرزني. ماشي ماشي، تعالى لي بقى كده يا باشا. افكت اكتيفيت ده جميل جدا، اقدر ان انا اجيب وحش يا جماعه من المجموعه بتاعتي. تعالى انت، الوحش ده مهم جدا ان انت تستدعيه، لانه لو عمل اي افكت اكتيفيت، اي ورقه سبيل اشتغلت، تقدر ان انت الورقه دي او الوحش ده تفعله يبطل على طول. ايه اهو بيسالني طبعا يا شباب، زي ما انتم شايفين هو عمال يسالني يا باشا تحب تشغل افكت، تحب تشغل افكت، بحيث ان انا ايه ابطل المفعول بتاع الورقة وادمرها. فانا طبعا ايه خليه دلوقتي. ايوه انا عايز دي، انا عايز التقيلة دي اللي هي ليفل 6 دي، الليدي ايرث. الليدي ايرث دي اشتغلت دلوقتي طبعا، المفروض يسألني. يا باشا شغال. احنا نشغل ايه؟ هنعمل ايه بقى لما الوحش ده بيعمل افكت اكتيفيت؟ اتفرج بقى كده يا باشا. اهو هختار ورقة ترجع ايدي تاني، فانا هختار الوحش بتاعي يرجع ايدي تاني، والافكت اكتيفيت اللي هو عامله دوت هيدمر الوحش بتاعه. والميزه بقى كمان ان انا في نهايه الدور اقدر ان انا الوحش ده ارجعه تاني الملعب وهكذا. فهي بصراحه ورقه ممتازه جدا. اهو على طول في نهايه الدور
ليه تأثير هرجع تاني الوحش بتاعي ده للملعب تمام، ولو هو لعب اي ورقة سبيل، لعب افكت اكتيفيت لوحش، اي حوار على طول يا باشا تقدر ان انت تشغلها وتبطل الفرق. ماشي، انا هفنشه الدور ده بإذن الله، بإذن الله فنشه الدور ده بإذن الله بإذن الله. طبعا الباشا عمل ايه؟ الورقة اللي هي يا جماعة اشتغلت، اللي كانت اشتغلت في اول اهي، رجعت لي الوحش بتاعي تاني، الوحش بتاعي رجع لي تاني. طبعا انا هلعب الورقه دي برضو الكولد باي ذا جريف، يعني مش هيبقى لها لازمه قوي، لان انا ايه احاول افنشك دلوقتي على طول باذن الله. هنعمل حته ماشي ماشي بقى، معانا زربيح وحوش يا شباب، زربيح زربيح وحوش، ونقدر بتهيألي نشغل الافكت بتاع الليري لاسك ريتيكال، بتعمل سيرش. اه فهمت، حلو قوي، هنعمل سيرش كمان ونجيب اي وحش كمان لايدينا، يعني كده بقى معانا وحوش كتير جدا، نقدر نعمل اي نستدعي اي وحوش لينك زي ما احنا عايزين. احنا ممكن نستدعي، ممكن نجيب التراي بريجيت ادي كده، واحد اثنين ثلاثة ماشي اربعة ماشي. حته تقيله يا شباب برضو، مية مية. نعمل هنا بقى في اتنين افكت اكتيفيت، تراي بريجيد ليهم افكت اكتيفيت، الحته التقيله اللينك اربعه ده يا شباب اول ما بتنزل، يعني مجرد ما بينزل هو نزل سبيشال ساوند، فاول ما بينزل بيقول لك ايه، اختار وحش اعمل له بانش تمام. وطبعا الحته اللينك برضو ليفل اتنين دي برضو بتسحب ورقه من المجموعه بتاعتك وترجع ورقه للمجموعه، يعني بتخليك بتسحب ورقه وتختار ورقه بايدك ترجعها المجموعه. والوحش التراي بريجيت بتاعي بتختار وحش تعمله بانش، ولو انت لعبت وحش تاني سبيشال سامون برضو التراي بريجيت بيشتغل يخليك تختار وحش تعمله بانش وهكذا. فكل عدد السبيشال سامون اللي هتعمله التراي بريجيت يشتغل وتعمل بانش. وجود التراي بريجيت في الملعب، وجود البيرد اللي هو السميرف، وجود برضو الوحش بتاعي برضو نزل وحش اهو، وانا عملت افكت اللي هو الميستي فالي ايبكس افيان، الوحش ده برضو رجع ايديا والافكت بتاعه اتبقلش. تعال انت بقى هنلعب النيرفال، جميل، هنشغل افكت اكتيفيت وهنعمل بانش لثلاث وحوش من المقبره. تعال ماشي، الكناري دي ماشي ادي واحد اتنين تلاته، وهنعمل حته لينك برضو جميله جدا بقى، حته اللينك دي برضو ممتازه، ممكن لها تاثير نشغله، تاثير بيزود النقط، يعني بنعمل يعني بناخد ورقه من مقبره الخصم نرجعها مجموعته تاني، وقوه الوحش بتاعي بتزيد. فانا دلوقتي بقى معايا تشكيله جميله اهي، تشكيله جميله، ممكن نلعب اليونيكورن الصغير ده، هنضحي بالنيرفال، النيرفال لما بيروح المقبره برضه بيشتغل، النيرفل لما بيروح المقبرة اهو اشتغل برضه يا شباب. الموضوع والله يا جماعة المجموعة جميلة مش وحشة، يعني انت بس في الاول هتلاقيها صعبة ورخمة، بس انت هتحفظها وهتلاقي ان الوحوش كل ما تروح المقبرة اكتر، كل ما تستدعي وحوش لينك بالتأثير، يعني بعدد الوحوش اللي بتعمل لها بنش، وكل ما يكون معاك اوراق وحوش كتير في الملعب تقدر تستدعي. انت بس محتاج تعرف وحوش اللينك بتعمل ايه وحوش الاكسس بتعمل ايه، ومع شويه تدريب يعني تلاقي الدنيا جميله بصراحه. هي مجموعه مش وحشه بصراحه، هي مجموعه، هي مش يعني يعني دايما كنت بلاقي نفسي في اصعب الاوقات والاقي نفسي برضو ايه يعني بتنقذني بصراحه، بتنقذني. يور فينيشت، كويسة يا شباب والله مش وحشة، يعني مجموعة كويسة جدا، مش وحشة مش وحشة، مجموعة كويسة بصراحة، بصراحة مجموعة كويسة زي ما انتم شايفين يا شباب، يعني جربنا المجموعة وشغالة كويسة مش وحشة، واحنا مش هنبطل ان احنا نغير وننوع ونعمل مجاميع جديدة. لو انتم شباب حابين نعمل ونشرح مجاميع جديدة ونكمل مع بعض في جيم ماستر دول، لايك شير كومنت سبسكرايب فعل الجرس، وتستنى الحلقة اللي جاية. سلام.